ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ والله بخير حال، الحمد لله. هذا شبيه العراقي، هذا العراقي محشش يمكن. الله المستعان. العراقي هذا يقول لك هو الرسول يتفر روحه، يعني شلون يتفر روح الرسول؟ هو أنت، يتفر روحه. هو فكرني بالحادثة إن واحد قطعوا لي رقبته، فمن حلاوة الروح مسك رقبته وبسها وحطها على جنب. ايه ما شاء الله. اللي يقول لك النبي هو يدفن روحه وبيته، هم يعني لو بس يحللون كلامهم هم راح يفهمون. يعني نعم. هو الله سبحانه وتعالى رب العباد، الخالق الله، وبيت محمد صلى الله عليه وسلم، بيت محمد منو ساكن بيه؟ ساكن بيه محمد صلى الله عليه وسلم. منو بيت؟ من بيت محمد؟ هو رب البيت، محمد رب هذا البيت، المسؤول عن البيت، والله فوقه وعائلته اللي بالبيت. احنا نتبع الله ونتبع رب البيت، وهم يتبعون آل البيت، احشاء البيت، الجاليه اللي البيت. يا الحسن اللي يعبد الله ها ويامن برب البيت، لو اللي يامن بالحاشيه، الحاشيه الاقارب، هم يامنون بالاقارب. هم آل البيت انبياء؟ آل البيت مو انبياء ولا اوصياء ولا اولياء. آل البيت هم صحابة النبي وآشوية، ولا فاطمة الزهراء نبية. يعني هسه هم يتصورون هسه إذا فاطمة الزهراء رضي الله عنها موجودة، يعني شنو الناس يروح يصلوا لها؟ لو يقولوا لها طببين الجنة. فاطمة الزهراء لا تطبب جنة ولا تطلع من نار. فاطمة الزهراء إنسانة عادية، بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل النساء لا يحكمن ولا يطلعن. ويعني هسه هم أنا من زمان من يعني بسوريا يسوون اناشيد، يسوون فاطم فاطم فاطم. والله اقشعر واخاف، اقول يعني هي فاطمه الزهراء هسه لو يعني موجوده، تخيلها موجوده ويصيحون باسمها تقبل؟ يعني هو هذا اللي يغني بيها، لو قالوا غنوا باسم مرته زوجته او اخته، يصيحون باسم زوجته او بنته يقبل؟ يعني هم دايهينونهم، هم دا يعبدون بشر واحنا دا نعبد الله. هم نعم. عبيد واحنا السادة، احنا الاحرار، احنا الاحرار السنة. شكرا لك، جزاكم الله مع خير، ربنا السلامة. يبارك فيك، جزاك الله خير.